يجب عليك لوالديك أيها الولد المحبوب. لقد أردت قدر محبة والديك لك. وما قام به في سبيل تربيتك. ويجب علينا أن نقابل هذا الإنسان بإحسان. وتعترف أنك ما قمت تماما بحقوقهما. فأعمل بهذه نصائح. أن تحبهما من صميم قلبك وتحترمهما غاية الإحترام. وتعاملهما بكل شيء يفرق قلوبهما. وتحترز من أي شيء يقدرهما ولا تصغي على نصوحهما. وأن تعلم أن البقاء والديك نعمة لك من الله عظيمة وبركة عليك ورحمة. تتمتع بالنظر إليهما وفي ذلك سبب عظيم كما في الحديث. ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظر رحمة إلا كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة. وتشفي فيهما كل يوم وتشفي روحهما في عمرك. وتدخل سرورا.